وتقريبا بكل هذا الإجماع لم يستثنى منه سوى 3 من النواب. وطبعا لأنه الموضوع يتطرق إلى مسألة الإرهاب، وهنا في الولايات المتحدة مسألة الإرهاب مسألة حساسة جدا. يعني حينما البعض يرى في بعض وسائل الإعلام العربية الموت لأمريكا، فنحن نعلم في العالم العربي أن هذه شعارات ولا نعني الموت الفعلي للولايات المتحدة، لكن في الولايات المتحدة يعني تؤخذ هذه المسائل بطريقة جادة جدا. فلذلك من الأسهل للمشرعين الأمريكان أن يصوتوا لصالح هذا القانون، أو من أنهم يصوتوا لصالح مثلا قانون التأمين الصحي أو أشياء من هذا القبيل، لأنه إذا شخص في الكونغرس رفض هذا القانون وثبت بعد ذلك أن بعض القنوات حرضت على استخدام العنف ضد المدنيين، وهذا هو الفاصل بين الإرهاب والمقاومة. المقاومة ضد أهداف عسكرية، الإرهاب ضد أهداف مدنية، فهذا هو الفاصل بين الاثنين. فمن الأسهل أن يصوت من أجل هذا القانون من أن الإنسان أو الكونغرسمان يصوت ضد هذا القانون. قبل أن نتحول إلى البروفيسور سعد أبو خليل في سان فرانسيسكو، سؤال متابعة، مسألة الفصل، أين تفصل أنت بين تحري الدقة والمسؤولية الذي تدعو إليه الحكومة الأمريكية في هذا الملف، ومسألة التجني على حرية التعبير، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بوسائل إعلام أمريكية هنا في الداخل، يتعلق بوسائل إعلام أجنبية لدى الأمريكيين؟ يعني الفاصل بين الاثنين هو الفرق بين الإعلام والتحريض، ضد التحريض للعنف ضد عرقية معينة أو ديانة معينة، أو كما رأينا كلام بات روبرتسون، وهو كلام أعتقد أنه غير مقبول، وإنما هذا رأيه. فهذا ليس يعني هو لا يطالب بمثلا قتل جميع المسلمين، أو هذا رأيه بالنسبة للإسلام، هو حر في رأيه، أنا لا أشارك هذا الرأي، لكن هو حر. إنما عندما نرى في بعض وسائل الإعلام وللأسف بعض وسائل الإعلام العربية أن يتم التحريض ضد أهداف مدنية مثل الانتحاريين أو التفجير أو تمجيد الانتحاريين، أو مثلا حينما نرى برامج للأطفال تربي عند الأطفال هذا التحريض ضد استخدام العنف ضد المدنيين، فهذا شيء غير مقبول هنا في الولايات المتحدة. ويجب على المجموعات العربية ووسائل الإعلام العربية أنها تعمل أكثر مع الكونغرس كما يعمل ميمري وجهات أخرى. بروفيسور أسعد أبو خليل، ما رأيك فيما سمعته الآن في هذه النقطة من خير يابادة؟ هناك الكثير. أولا أعيب على الجزيرة أنها استعانت بشريط من مؤسسة دعائية فجة هي ميمري، والتي هي كانت أسست من قبل ما يسمى بمسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية حسب قوله هو. أما ما قاله الضيف من مؤسسة الدفاع عن إسرائيل لا الديمقراطية، من الملفت أنه يرتبط بمؤسسة تزعم الديمقراطية وهو يجاهر بتأييده لمواقف قانونية من أجل كم الأفواه في العالم العربي. أستطيع أن أحلل هذا القانون من وجهة نظر قانون حقوق الإنسان، الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. لنعود لمسألة الإرهاب، لا شك أن الشعب العربي والأمريكي والغربي والعالم قاطبة يعانون ويعانين من الإرهاب، ولكنني أرى في هذا التمييع المقصود من قبل الصهاينة الذين يدافع عنهم الضيف من مؤسسة الدفاع عن إسرائيل، لم أقاطعك شكرا، إن هذا الدفاع يهدف إلى تمييع تعريف الإرهاب، مما يؤدي إلى إزالة هذه المعارضة التي تتنامى حتى في العالم العربي ضد منظمات إرهابية مثل القاعدة. يعني القول بأن برامج تلفزيونية هي بمثابة برامج للقاعدة، هذا قول لا حق فيه. أما ما يقوله الضيف من أن هناك دعوات للموت لأمريكا، أولا أنا لم أشاهد هذا على محطات عربية فيما أذكر، ولكن المحطات والإعلام الإسرائيلي بصورة دورية يبث صورا لمتظاهرين يهود في إسرائيل وهم يهتفون بحناجرهم الموت للعرب الموت للعرب، وهذا هتاف يعني سائر في إسرائيل. هل يجرؤ الضيف من مؤسسة الدفاع عن إسرائيل واحتلالها أن يدعو إلى مقاطعة الإعلام الإسرائيلي من هذا الباب؟ الباب الآخر هو باب الديمقراطية. يعني نفهم أن الولايات المتحدة في إدارة بوش أو أوباما لا فرق،
تريد أن تحد من حرية التعبير هنا في الولايات المتحدة. ولنعترف السياق الداخلي لهذا القانون، يعني أوباما بسبب مصاعبه الداخلية أطلق العنان للوبي الصهيوني ليفعل ما يشاء في السياسة الخارجية وفي السياسة الداخلية على حد سواء. كلام خالد صفوري لا يستقيم بأن الدعوة قامت بناء على تقرير من Congressional Research Service. الأمر ليس بهذه العفوية، ولو اتهم بالإيمان بنظرية المؤامرة لا يبيرني ذلك في شيء. طيب البروفيسور أبو خليل، لو سمحت لي سأتحول أولا إلى خيري أباظة ثم إلى خالد صفوري، تفضل. يعني باختصار شديد، يعني أرجو أن الضيف يحترم الآراء المختلفة، فأنا لا أشارك رأيه. أنا مع ضد استخدام العنف في هذه القضايا، فالسياسة عبارة عن نتيجة وليست شعارات فارغة. فلنرى نتيجة السياسات التي اتخذتها حماس وحزب الله. حزب الله إلى سنة 2000 كانت مقاومة وحررت جنوب لبنان، بعد سنة 2000 رأينا نتيجة سياسات حزب الله وهي حرب 2006 اللي مات فيها 1300 لبناني ودمرت فيها لبنان، ورأينا نفس الشيء بالنسبة لغزة والانتحاريين داخل إسرائيل، أدت إلى بناء سور عازل قبيح على الأراضي الفلسطينية. فالسياسة عبارة عن نتيجة. أنا ضد استخدام العنف، وأرجو أن نستخدم طريق غاندي. طيب. ومانديلا، وهذا رأيي. طيب. وليس دفاع عن إسرائيل أو غير إسرائيل، وهذا كلام يعني هراء وعنتريات. طيب مفهوم. يعني مفهوم. خالد صفوري أتحول إليك في نقطتين. النقطة الأولى، إن كنت تريد أن ترد على ما قاله البروفيسور أسعد أبو خليل بالنسبة لتفسيرك لخلفية القرار، لكن قبل ذلك أريد أيضا أن أسألك عن التحدي الذي تعتقد أنت أن هذا القرار يمثله بالنسبة للرئيس باراك أوباما، الذي قال في أكثر من مقام إنه يحاول أن يفتح صفحة جديدة في علاقات بلاده مع العالم الإسلامي. تفضل. أولا أنا لم أكن أبرر مشروع القرار نهائيا ولم أبرر، وأنت تعرف شخصيا أنه أنا حذرتكم من مشروع القرار في صيف 2009، فأنا لست مع هذا القرار. بالعكس، أنا عندي حتى تعليق على ما قاله الأخ أباظة. أولا الأخ أباظة يتكلم عن العنف، عليه أن يقرأ الويب سايت المنظمة اللي هو يعمل معها. هذه المنظمة دعت على الهجوم على العراق، دعت على الحرب في العراق، الاحتلال للعراق. الآن تقريبا بشكل أسبوعي تصدر تحريض ضد إيران والهجوم على إيران وحرب ضد إيران. أصدرت الكثير من التبريرات للهجوم على غزة والقتل في غزة والقتل في جنوب لبنان. فأن يتكلم على العنف، يعني هذه آخر جمعية، جمعية الدفاع عن الديمقراطية ليس لها علاقة حقيقة بالديمقراطية، وفعلا شيء مؤسف أن يتكلم عربي من هذه الجمعية. فهذه مشكلة. المشكلة الثانية، في نفس مشروع القرار نفسه يدلل مشروع القرار بعملية إرهابية بأنه صدر تحذير من محطة المنار سنة 2008، تهديد بقصف قطعة بحرية أمريكية، وهذا ليست هدف مدني. وبالتالي التعريف الهدف الإرهابي أو الإرهاب في مشروع القرار ضائع جدا في هذا المشروع. وأنا أعتقد أنه عندما أنت تحدد الخطوط لما هو حرية الرأي وليست حرية الرأي، يعني مشروع القرار أمامي يتكلم في كله في البداية عن احترام حرية الرأي، ومن ثم يتكلم عن الإرهاب، وبالتالي يصبح صعب جدا على أعضاء من الكونغرس الأمريكي أن يصوتوا ضد مشروع يتكلم عن محاربة طيب الإرهاب. خالد، لو سمحت لي خالد، في هذا الإطار، وقبل أن أعود إلى ستيف ليفينستون في الاستوديو، البروفيسور أسعد أبو خليل تحدث عن نقطة مفادها أن الرئيس باراك أوباما قد أطلق العنان كما قال البروفيسور أبو خليل للصهاينة لكي يؤثروا على الكونغرس. هل تعتقد أنت أن هذا الكلام يستقيم؟ هل أوباما أطلق العنان أم أن هذا القرار يمثل تحدي بالنسبة لقدرة باراك أوباما على إدارة العلاقات مع العالم الإسلامي؟ أنا لا أعتقد أنه سيعيق عمل أوباما. نحن سمعنا من وزراء الخارجية العرب يتكلمون عن تشكيل جهاز يراقب محطات التلفزيون على الأرب سات والنايل سات، وهذا مشروع قرار يوازي مشروع القرار الكونغرس الأمريكي، يعني هو تأييد له. هذا في إقرار بأنه هنالك الكثير من الأمور المزعجة التي تقولها بعض المحطات التلفزيونية. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى لو وقع عليه أوباما، هو ما يحتاجه هو ما يسمى بإكزيكتيف أوردر، والرئيس الأمريكي لا يحتاج حتى للكونغرس الأمريكي من أجل أن يصدر مثل هذا الأمر، أمر رئاسي. طيب. لكن أعتقد وزراء الخارجية العرب سهلوا، وزراء عفوا الإعلام العرب سهلوا مهمته، وبالتالي لا أعتقد أنه يعني بالنسبة له فيها إحراج.
لأنه حتى الآن يعني أعتقد أنه في عدم رضا في الشارع العربي على أدائه خلال السنة الماضية. طيب ستيف ليفينستون ما رأيك؟